سليم المسيح أحبائي، اليوم رح يوم 22 آب عيد قلب مريم الطاهر، ورح منقول صلاة التكرس لقلب مريم الطاهر. أوكي، امنحيني يا أمي في زمن التجربة إسعافك المقدس كما في الأوقات العصيبة وتقلبات الحياة الحاضرة. أنقذيني من شر الموت الأبدي، واجعليني من خلال قلبك الطاهر أن أولد من جديد للحياة الحقة في الملكوت الذي أعده ابنك سيدنا يسوع المسيح الذي يملك إلى الأبد. آمين. كمان بدنا نقول شيء قالته العذراء، في النهاية قلب سينتصر. يريد الله إقامة التكرس لقلب البريء من الدنس في العالم كآخر خشبة خلاص. يجب عليكم أولا أيها المسيحيون أن تقيموا في العالم التكريس لقلب الطاهر وصلاة المسبحة كل يوم، ثم يجب على الناس إصلاح السيرة وطلب المغفرة عن خطاياهم بالاعتراف. هيك قالت السيدة فاطمة بالبرتغال سنة 1917. وهلا راح اشوف اذا في شي صورة تانية لمريم الطاهرة عندي. اوكي، وهي هي الصورة، كتير حلوة لقلب مريم الطاهرة، شرحها بصورة مريم العذراء. راح بجرب كمان اليوم احكيكم قصة قديس. هلا الله معكم يا احبائي، ولا الفيديو التاني.